السنة اللي قبل مثلا إذا كان الإنسان اللي كيموت يرمى في المقابر فاللغة العربية اللي كتموت ترمى في المعاجم. ما كرهتش أن نحتفل اليوم في اللغة العربية نحتفل بالمعاجم، معاجم اللغة العربية، خصوصا وأن في المغرب لم ننجز ولو معجم واحد للغة العربية. أنجزنا معجما متطورا جدا للغة الأمازيغية، عمل كبير قام به السي خوس السي غصيب. شفت الدارجة المغربية كذلك، يعني انه ما كرهتش اننا نتبعون المساله ديال المعجم، اننا لم ننجز معجما في شقه التطوعي للغه العربيه في المغرب، خصوصا ان المغرب مدرسه فلسفيه كبيره. اكيد ان 30 سنه الماضيه الاخيره عرف العمل الثقافي باللغه العربيه تهميش كبير، تهميش كبير من ناحيه ديال الابداع الثقافي. تم توسل اللغه التقليديه بحكم السيطره العامه ديال الحركات الاسلاميه على المجال الثقافي وعلى الجمعيه الثقافيه. الرجوع واحد المعجم وسيطي ولكنه الا بغيتي تقول نافذ على مستوى انا غادي نرجع للمرحله اللي قبل من هذه المرحله، هذه المرحله ديال الستينات والسبعينات، كانت محاوله ديال الجمعيه ديال المفكر المغربي. كنظن ان خصنا نحيدوا هذا الوقت الان باش نحيوها، لانه حنا العمل الثقافي ما عندناش وزاره اللي قادره مثلا انها بحكم ضغوطات هامشيه في العمل الحكومي. كتبقى الثقافة في شكل من الأشكال ما واخداش النصيب ديالها، ولكن الأطر الثقافية في المغرب كبيرة، وهذا الجمع هذا هو دليل على هاد شوف الأشعار اللي سمعتنا الآن الحقيقة في مستوى عالي جدا. كانت محاولة ديال عبد اللطيف النعمي اللي كتب واحد الورقة تناقشت في المشرق أكثر من تناقشت في المغرب. شنو اسمها النشطة الثقافية ولا الرهان الثقافي؟ هاد الورقة هذه المكراتي أن الأطر المجتمعة هنا بحكم أنها رابطات وعندها علاقات بروابط أخرى، أنها محتاجة الآن لأرضية ثقافية جديدة في المغرب تراعي المستجدات اللي وصلنا لها الآن، التطور ديال الجامعة المغربية، التطور ديال الفلسفة في المغرب، التطور ديال الإبداع الأدبي في المغرب، التطور ديال العمل الوسيط هذا اللي كتستفيد به الآن اللي هو العمل الثقافي عبر وسائط العمل الجماعي والمنظمي. أنا ما كرهتش أن الآن وصلنا الوقت مش أننا نوليو نحيو الرهان الثقافي، ولكن ماشي الرهان الثقافي ديال السبعينات لأنه غير صالح الآن. أنا شفت النقاش ديالو في الأردن، كان في أحد المجالات مع النقاش المثقفين ناقشوا القضية ديال عبد اللطيف، كان نقاش مثقف جدا، ولكن كنتمشي أنه الآن يعني تكون مرشد، ولكن أننا خصنا نجلسوا كاملين أننا نعملوا أرضية ثقافية اللي نفرضوها واللي تكون نبراس. لأن دابا كاملين بينا كل واحد شكل عنده، أنا كنشبر كنمشي حفل توقيع ديال الكتب مع كتاب مغاربة كنستقبلوا هنايا وكيوقعوا لي الكتب، ألوغ كنوليت إلا بغيتي تقول واحد الوسيطة اللي كتروج الكتاب، كنعملها تروج الكتاب، لأن في كل نشاط كنبيعوا 50 كتاب 60 كتاب، المسألة اللي هي ماشي كتاب كيبقاو ثلاثة نسخ في المكتبة ما كتباعش العام كله، ولكن حنايا في العمل الجمعوي ديالنا اللي كيجيبوا المطبوعات كنقدروا نبيعوا حتى 60 نسخة. يعني كنروجوا الكتاب بشكل كبير وكنهضروا مع المؤلفين على قص الثمن، دونك كينفد الكتاب، كنشجعوا القراءه. ولكن هذا الشيء هذا قدام هذا الشيء اللي كيتعمل انتم عاوتاني بشكل مختلف، ما كايناش غير تقول واحد النبراس واحد الضوء اللي ممكن نمشيو له كاملين حقه عليه. وشنو هو الافق الثقافي ديال المغرب؟ خصنا نفكروا شنو هو الافق الثقافي اللي باغي نوصلوا حنا في المغرب؟ شنو باغي بهذا الثقافه المغرب؟ ولا بحال شي ترفيه. حتى في السياسه ما كيناقشوناش حتى في البرلمان ما كتناقشش السياسه الثقافيه ديال المغرب. لم نفرض في الحدود الان لم نفرض رؤيه واضحه شنو باغي حنا الثقافه في المغرب، شنو المساهمه اللي ممكن تساهم الثقافه في الوقت اللي الجار اللي قدامنا اللي هو الجزائر عنده وجهه نظر ثقافيه واضحه وهي السطو على كل ما هو مغربي. الناس كتاسس ما عندها شي عمق ثقافي، ثقافي أنثروبولوجي من ناحية أنثروبولوجي، ما عندهم شيء. بحال مؤخرا مثلا مسرحية الخراز اللي باغيين يسجلوها مسرحية من التراث الجزائري، مجموعة متضاعف كذا، الناس باغا ما عارفة شنو، حنايا ما عارفينش شنو باغي نديرو بهاد الثقافة، ولات بحال أنت تقول ولينا مثقفين ديال لي صالون، كنا مثقفين ديال الصالون بعد. معناها انه حدود الساعه ما قدرناش نعملوا ارضيه ثقافيه نفرضوها في وسط البرلمان.
يتوحد العمل الثقافي واللي يكون واللي ضغطه باش انه المستوى ديال الدعم يكون كبير. ولكن حنا خصنا كمثقفين نسطروا الحقيقه اللي ندوروها في المغرب كامل اللي تولي الى بغيت تقول ان الارضيه الثقافيه السياسه الثقافيه غير حنا ما عندناش سياسه ثقافيه وكنعتبروا انه من باب التوجه العام ديال الدوله اللي هو الليبراليه وكذا كل واحد من حقه. ولكن هذا ماشي الثقافه ماشي كل واحد من حقه. الثقافه عندنا تراث ثقافي عندنا ابداع اللي تمخض هذه واحد 60 سنه من الاستقلال دابا هادشي كله خصو يتعجب ويعطينا رؤيه ثقافيه اللي ممكن اننا نترافعوا عليها كاملين واللي ممكن اننا نضغطوا على الدوله باش انها تبناها. بهذه الحاله هذه اللي كنعيشوا فيها راه حنا ولينا واحد المجموعه ديال الحمقى عايشين كل واحد في العالم ديالو شاد عليه. وبالتالي جا الوقت باش اننا نجلسوا نديروا دي ريزو نناقشوا ونحطوا ارضيه ثقافيه نحيوا مشروع عبد اللطيف الكعبي نناقشوا ونطوروا استراتيجيه ثقافيه لانه ما كاينش اللي يمكن يدير استراتيجيه ثقافيه الوزاره ما عندهاش استراتيجيه ثقافيه. كيبان هادشي في السينما كيبان في المسرح كيبان في مجموعه ديال الحاجات. اذا هذه دعوه المثقف الحاضر مادام ان الزبده ديال الشمال حاضره هنايا انا هذا اقتراح وشكرا على هذه الكلمه.